السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكل متابعي ومشترك قناه اجيال اندلس النهارده في خبر خاص بمعاوني الامن قبول دفعه جديده معاون الامن من حمله الاعداديه هنعرف الموعد والشروط وأنا هسيب لكم رابط اسفل الفيديو في قناتكم الثانيه اجيال اندلس منوعات هتلاقوا فيها كل حاجه بالاضافه اللي هسيب لكم رابط برضو لموقعنا وتطبيقنا اجيال اندلس هتنزلوا مع متجر بلاي فيه برضو الشروط والمزايا وكل حاجه عشان كده وزاره الداخليه اعلنت قبول دفعه جديده من معاون الامن من حمل الشهادات الاعداديه وما يعادلها من الذكور والاناث وده جه خلال مؤتمر الصحفي للواء اسامه عبد الغني وده مساعد طبعا وزير الداخليه لقطاع التدريب واللواء الدكتور محمد مدير الاداره العامه للتدريب اللواء عصام عبد المنعم مدير الاداره العامه لمعاهد معاون الامن وقال طبعا فيه ان هيقبل في دفعه جديده من حمل الشهادات الاعداديه وما يعادلها واشار هيتم سحب الكراسات خلال الأيام المقبلة بس أهم حاجة السن يقل ما يقلش هو قالك إيه من الإعدادي مؤهلات الإعدادي تاني حاجة الشرط الأساسي أن يكون مصري الجنسية وما يقلش سنه عن 19 عام ولا يزيد عن 25 سنة. إيه طبعاً حسن السلوك والكلام ده كله هسيب لكم طبعاً الروابط أسفل الفيديو فيها كل اللي انت عاوزين الشروط والكلام ده كله وطول قد والحاجات دي كلها في قناتنا التانية أجندة منوعات. انشر يا ريت الخبر ده لان كله محتاج يعرف عاوز يبقى معاون امن كل الكلام ده هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو هتلاقي كل الكلام ده في قناتنا الثانيه اجانب من منوعات ربنا يكتب لكم الخير ويكتب لمصر كلها الخير والبركه ان شاء الله وقولوا دايما يا رب يلا بينا هسيب لكم بقى الروابط اسفل الفيديو في امان الله